السلام عليكم، راح نكفي نحن اليوم بآخر حصة بشابتر Electromagnetic Induction. راح نعمل اليوم applications exercises على هذا الشابتر قبل ما الأسبوع الجاي إذا الله راد نبلش بـ new chapter اللي هو راح يكون آخر chapter معنا لهذه السنة. راح نبلش بـ exercise 1، عم يقلنا Electromagnetic Induction by changing the surface. نحن نعرف إنه الماجنتيك فلوكس بيغير مع تغير الاريا مع السيرفيس مع تغير الماجنتيك فيلد ومع تغير الانجل ثيتا بين ذا سيرفيس اند ذا ماجنتيك فيلد بي. بهذا الشابتر طبعا لما بتغير الماجنتيك فلوكس راح يصير في عندنا وجود ل او كرييشن لشيء اسمه الكترومغنتيك اندكشن. هالمره بهذا البروبلم راح نحل على اعتبار انه في عندي changing of the surface يعني الاريا عم تغير S. فعم يقلنا consider the adjacent circuit the total resistance of the wires is 2 ohms. طبعا هون يعني كأنه انا في عندي هون هول الوايرز اللي هون عبارة عن wires بس بيكون في عندهم internal resistance بقلبهم، يعني اوقات انتو بتلاحظوا انه الواير بيحمى فهذا اللي بيكون في عنده resistance. فالtotal resistance لكل circuit هي عبارة عن 2 ohms. T is a metallic rod moving at a speed V. Given V equals 50 centimeters per second, B is equal to 0.4 Tesla, MQ is equal to D equals to 20 centimeters, and MN equals X. طبعا هون عطاني ال distances وعطاني ال speed. يعني أنا هون في عندي rod، هيدي الرود اللي هي ML اللي هي PN، هيدي الرود أو اسمها T سميليها هو، حتكون in motion to the right. بسبيد v equals 50 centimeters per second بوجود magnetic field b. طبعا هيدي نحن هون عم نعمل عليها force، هيدي muscular force هي اللي عم تخلي هيدي الراد تروح على اليمين. والmagnetic field نحن كمان في عندي انا source of magnetic field magnet او whatever، في عندي الواير او عندي الراد mq هي constant عندها distance d equals 20 centimeters، والmn اللي هي distance من هون لهون هي عبارة عن x، وهيدي ال x is variable لأنه هيدي الراد t is moving to the right، فإذا distance mn عم تكون increasing يعني عم تكون changing. فطبعا لما نحن بنشوف هذا المنظر أكيد بنعرف إنه التغير ال surface أو تغير ال x ال area اللي هون هي عبارة عن rectangle فهي length times width، فهون ال length راح تكون x عم تغير، فأكيد إذا تغيرت ال length فحتغير ال area. طبعا الماجنتيك فيلد بي هي دايركتد اوتوردز باتجاهنا نحن و عنده فاليو 0.4 تسلا. عم يقلنا بارت 1 وات از ذا دايركشن اوف ذا نورمال فيكتور. طبعا هون احنا هيدا اربيتراري بوزيتيف دايركشن عطينا اياه، اذا نحن بنعرف الاربيتراري بوزيتيف دايركشن ف اكوردنج تو ذا رايت هاند رول حيطلع معنا انه النورمال فيكتور راح يكون انوردز راح يكون لجوا بهذا الاتجاه بلس. يعني ف مثل ما اتفقنا according to the right hand rule the normal vector is directed inwards. Part 2 طبعا هذا هون arbitrary positive direction اللي هون هو هو يعني هيدا plus اللي هون بهاي الطريقة، فرح تكون normal vector inwards بهالطريقة ليه according to the right hand rule. Part 2 عم يقلنا write in terms of x the expression of the magnetic flux through the surface MNPQ. طبعا احنا هون بدنا نجيب magnetic flux، magnetic flux phi. الفاي عندها فورمولا اللي هي ان بي اس كوساين ثيتا. طبعا الان هي نمبر اوف تيرنز، البي هي الماجنتيك فيلد، الاس هي الاريا، والثيتا هي الانجل بتوين ذا نورمال فاكتور اند ذا ماجنتيك فيلد. فالنورمال او الان اللي هي نمبر اوف تيرنز هي هون هي 1 تيرن لانه ما في عندي غير لوب وحده بس. البي معنا الفاليو لها هي 0.4 تسلا. الاس طبعا هون هي عباره عن لينكس تايمز ويث مثل ما اتفقنا، فهذه ال width أو length هي x بينما ال width هي distance دي اللي هي mq اللي هي already given. فإذن هذه هي عبارة عن ال s و cosine ال angle اللي بين normal vector و magnetic field. طبعا magnetic field جاي لعنا outwards بينما normal vector inwards بيت لجوا، فيعني إذا بدكم عاملين angle 180 degrees لأنه واحدة لبرا واحدة لجوا، ففي عندكم يعني كأن واحدة هيك واحدة هيك بس واحدة لبرا واحدة جوا، فالانجل بيناتهم بين البي والان هي عبارة عن 180 degrees. طبعا هون هذا المنظر نحن ما بيبين علينا هون لانه in 3D. طبعا هون هيدي بتكون هيدي جاية لعنا وهيدي فاتت لجوا.
فراح يصير معنا الماينس بي تايمز دي تايمز اكس، لانه الكوساين 180 هي ماينس 1 والان هي 1 راح تطير. فبعد ما كتبنا الفلكس فاي بتساوي ماينس بي دي اكس، هو بده اياها ان تيرمز اوف اكس، فانا معي البي والدي مع الفاليوز لالهم، فبنعمل نيوميريكال ابلكيشن، فراح يطلع معنا ماينس بي اللي هي 0.4 تايمز دي اللي هي 20 سنتيمتر اللي هي 0.2 مترز تايمز اكس، بيطلع معنا الفلكس بتساوي ماينس 0.08 اكس. هيدي هي الماجنتيك فلكس. بارت 3 عم يقول لنا deduce the value of the induced EMF. induced EMF يعني ايه؟ طبعا هون ال E كفورمولا هي minus d phi على dt. طبعا هون ال phi نحن معناها هي minus 0.08x، فيعني كأننا عم نعمل نحن derivative لل minus 0.08x، حيطلع معنا minus هون و minus plus، حتصير plus و حتصير هي derivative ل 0.08x. طبعا derivative ل 0.08 هي ضلها مثل ما هي constant برا، و derivative of x with respect to time هي ال speed اللي هي ال v. طبعا ما ننسى انه derivative of x with respect to time ما بتساوي 1 هون، لانه هون ما عم نعمل with respect to x، عم نعمل derivative with respect to x to time عفوا. فال variation of x with respect to time هي ال speed، فهي plus 0.08 v، وال v معناها 50 سنتيمتر بير سكند، يعني هي 50 تايمز 10 تو ذا باور ماينس 2 متر بير سكند، وراح تصير معنا الجواب 0.04 فولتس. فاذا ال induced EMF هي 0.04 فولتس. يعني هون بهيدي السيركت راح تصير في عندي تغير للاريا، تغير الاريا عم يؤدي ل creation according to Lenz's law ل لا current، لانه هون السيركت از كلوزد، او راح في عندي voltage. الفولتج بقلب هيدي الكويل هي عندها فاليو 0.04 فولت. هيدي ليه عم تصير معنا هيك؟ لانه بدها تعمل كرييشن لفولتج، لحتى هيدي الفولتج اذا كان السيركت از كلوزد راح يصير في عندي الكارنت ويل سيركليت ان ذس كويل ان ساتش واي to oppose to the increase of the surface and in order to to oppose to the variation of the magnetic flux. فهلا عملنا بالبارت 4 determine the direction of the induced current in the circuit and calculate its value. طبعا هون لجيب نحن ال direction of induced current، طبعا نحن نعرف انه E and I have the same sign، يعني اذا واحدة plus الثانية plus، او اذا كانت اي واحدة فيهم يعني plus plus minus minus. فهون نحن نعرف انه ال E هي طلعت معنا 0.04 فولت، طلعت معنا هون 0.04 فولت اللي هي بوزيتيف، يعني اكيد اذا كانت الاي هي بوزيتيف اكيد راح تكون الاي هي كمان بوزيتيف. الاي هي بوزيتيف يعني راح تكون عم تمشي الكارنت ان ذا سيم اربيتري بوزيتيف دايركشن اللي نحن اخترناه هون. يعني هون راح يكون في عندي كرييشن لكارنت ان ذس دايركشن. ليه؟ لانه صار في عندي هون كرييشن لكارنت which is positive مثل ما اتفقنا، فاذا راح تكون بنفس الاربيتري بوزيتيف دايركشن اللي نحن اخترناه. يعني كانه صار في عندي ايكوفالنت جنريتر هيك، كانه هيك، وما في عندي جنريتر، بس كانه هذه الكويل ويل اكت از ا جنريتر. طبعا هون الريمارك اللي بدي اعطيكم اياها هي فرضا لو كان انا عندي نفس الاكسرسايز، بس هالمره اخترت الاربيتري بوزيتيف دايركشن بدل ما اختاره بهذه الطريقه، اخترته مثلا بهذه الطريقه. فاذا اخترنا ال شو اسمه ال arbitrary positive direction بهذه الطريقه، راح تصير معنا ال normal vector according to the right hand rule راح تكون لبرا، فحتكون ال angle theta هي 0، فحتكون cosine theta هي 1، فحتصير ال flux positive، فحتصير ال e negative. لاحظتوا كيف نحن مش مشينا بالموضوع؟ الثيتا حتكون 0، يعني الكوساين ثيتا هي 1، فحتكون الفاي هي بوزيتيف، والاي هي حتكون نيجاتيف. ليه؟ لانه الاي بتساوي ماينس دي فاي على دي تي، فاذا كانت هون الفاي هي بلس فحصير الاي هي نيجاتيف، فاذا كانت الاي هي نيجاتيف يعني حتصير الكارنت نيجاتيف. صارت الكارنت نيجاتيف يعني شو؟ يعني ما حتمشي بهذا الاتجاه، حتمشي بالاوبوزيت سنس، يعني بهالاتجاه. لاحظتوا؟ يعني بمعنى تاني حتمشي بنفس الطريقه، ما تغير شيء، بس الفرق انه لما نحن بنختار arbitrary positive direction هذا الشيء حيأثر على الكالكوليشن، بس بالنهايه الفلو اوف ذا كارنت راح يكون ان ذا سيم واي. فبهذه الحاله راح تكون اي نيجاتيف، فراح تكون اي سيركليت ان ذا اوبوزيت تو ذا arbitrary positive direction، يعني حتكون تو ذا رايت بنفس الطريقه.
هلا لنجيب الـ E، لنجيب الـ I. طبعا هي فورمولا لازم تعرفوها انتو، انه هي عبارة عن E divided by R. الـ E هي induced EMF، والـ R هي total resistance in the circuit. طبعا معنى الـ E هي 0.04 والـ total resistance هي 2، فحيطلع معنا الـ current هي 0.02 amperes. هيدا بالنسبة للـ problem number 1. problem number 2، طبعا هي الدورة عمل a measurement of the speed of a plane. طبعا هون احنا بدنا نعمل measurement للسبيد للطيارة. هذه احد الطرق اللي احنا، او هذه احد الابلكيشنز اللي احنا بنخليها بنقدر نستعمل، او بنقدر نعمل ميجرمنت او ابلكيشن على الالكترومغنتيك اندكشن، اللي ان احنا نقدر نعرف نعمل ميجرمنت للسبيد اوف ذا بلين. طبعا البارت A راح تكون هي عباره عن ثيوريتيكال ستادي، بعدين بالبارت B راح تكون ابلكيشن، دايركت ابلكيشن. فعملنا the aim of this exercise is to measure the speed of a plane using the phenomenon of electromagnetic induction. Part A, motion of a conductor in a uniform magnetic field. A homogeneous metallic rod MN of length L, like وهيدا اللي هون, slides on two horizontal and parallel metallic rails AA prime and EE prime at a constant velocity V. During its sliding, the rod remains perpendicular to the rails and its center of mass G moves along the horizontal axis OX. يعني هذه الرود عم تمشي، قادرة تمشي parallel بشكل هون عندي 90 degrees. رح تضل parallel to itself and perpendicular to these two rails اللي هني AA prime و EE prime. فعم يقلنا انه at instant t equals 0 G is at O، يعني هيدي الراد MN كانت عفوا كانت هون initially، وبلشت تمشي تروح على اليمين. And V is equal to dx على dt is the algebraic value of its velocity. The whole setup formed of the rod and the rails is put within a uniform magnetic field B perpendicular to the plane of the horizontal rails. يعني موجودين كلهم سوا ب magnetic field B. Magnetic field is directed upwards مثل ما كنا شايفين. Part 1. Determine at the instant t the expression of the magnetic flux crossing the surface AM and E in terms of B, L and X, taking into consideration the chosen arbitrary positive direction. طبعا هون arbitrary positive direction هو هيدا ال arbitrary positive direction اللي هو شكله هيك، بيخلي according to the right hand rule ال normal vector حتكون directed downwards مثل ما نكون شايفين. فبدي اجيب انا ال magnetic flux. طبعا شو الفورمولا؟ الفورمولا هي NBS cosine angle. طبعا هون عندي N، فال N هي هون number of turns اللي هي 1. ال B times X times cosine الانجل. طبعا اذا بتلاحظوا ال B هي الماجنتيك فيلد، الانجل الفا اللي هون هي انجل بين ال B والنورمال. ال B لفوق ونورمال لتحت، فصارت الانجل بيناتهم 180، فصارت الكوساين 180 هي ماينس 1، فحصير في عندي نيجاتيف 1 هون، يعني هي ماينس B times S. طيب ال S هي عبارة عن شو؟ ال S هي عبارة عن ال length times the width. طبعا هون ال length هي length لهيدي اللي هي لل MN times width اللي هي هيدي. هيدي هي إذا كان، طب بعد مرور وقت راح تكون على instant t راح تصير ال G اللي هي هيدي قاطعة distance x، يعني من هون لهون عندي x، يعني ال length لها هي x وال width لها هي L، فصارت هي L times x اللي هي الاريا، فصارت الflux بتساوي minus BL times x بهالطريقة. Part 2 عملها explain the existence of the induced EMF across the ends M and N of the rod. طبعا هون explain the existence يعني هون ما في calculation، بس بدي احكي حكي. طبعا هون شو يعني E؟ E ال E ما هي عبارة عن minus d phi على dt. انا هون عم بشرح، عم فكر لحالي، يعني هي derivative of the flux with respect to time. طيب derivative of the flux يعني flux is changing. The flux هي NBS cosine theta. يعني لحتى يصير في عندي variation of the flux لازم تكون وحدة من هون عم تكون variable، يعني يا ال B يا ال surface يا ال theta variable. طبعا هون اللي عم يغير ان الراد MN عم تروح على مين، يعني ال area عم تغير. اذا كانت ال area عم تغير يعني يعني ال surface عم تغير. ال surface varies يعني and the flux varies، يعني طبعا هيدي هي ذاتها هيدي، ماشي؟ فبس وحدة capital phi وحدة small phi، ما انا مشكلة. فهون رح يصير في عندي مثل ما كنا شايفين انه ال S varies يعني the flux varies، يعني derivative of the flux exists يعني ال E exists، وهذا هو بيخلينا نوصل ل existence of the induced EMF.
يعني هون. طب هذا الشيء اللي حكيته بدنا نرجع نكتبه. فإذا the surface varies هيك بدنا نكتبه. هذا اللي هون حيكون على scratch، هذا كله scratch. ف the surface varies عم تغير ال surface. So the magnetic flux varies. Therefore, an induced EMF appears across the extremities N and M of the rod. يعني بكل بساطة رح يصير في عندي E exist. يعني S varies, flux varies. يعني derivative of the flux exists. يعني E exist. بكل بساطة. Part 3 عم يقلها determine the expression of the induced EMF E in terms of B, L and V. طبعا هون هلا بده expression، يعني بده calculation. فنحن بنعرف انه الflux هي minus B L X. هذه جبناها من Part 1. فانا بدي اجيب الاي. الاي شو هي الاي؟ الاي هي مانا ماينس دي فاي على دي تي، يعني هي ماينس ديريفيتيف ده ماينس بي ال اكس اللي هي هيدي هي الفاي. فصار البي هي كونستانت والال هي كونستانت. طيب يعني فضل معي هون ماينس وماينس صاروا بلس، فصارت بي تايمز ال بيطلع على برا تايمز دي اكس على دي تي اللي هي في. فاذا صارت الاي بتساوي بلس بي ال في لك بلس بي تايمز ال تايمز في. فبكون قدرنا جبنا الاكسبرشن لل magnetic flux in terms of the induced EMF in terms of the B, L and V. Okay. فهيدي part 3. Part 4 عم يقلي no current would pass in the rod. Why? طبعا هون هذا شيء منطقي. طبعا اذا انا عندي E عندي voltage والvoltage اللي هي بتساوي B, L, V it exists. طب ليش ما رح يكون في عندي current؟ منطقيا لحتى يكون في عندي كارنت لازم يكون في عندي شغلتين، شرطين لازم يكونوا موجودين. اول شرط انه لازم تكون في فولتج، في سورس اوف فولتج، وهذا الشيء موجود لانه بتساوي بي ال في. ولازم الشرط الثاني لازم تكون السيركت از كلوزد. طب اطلعوا هون اي ام ان اي، طب هذا كلوز سيركت ولا اوبن سيركت؟ هذا اوبن سيركت لانه هو منه موصول، فما حيكون في عندي كارنت بكل بساطه لانه there is an open circuit. بكل بساطة. Part 5 عملنا deduce the polarity of the points M and N of the rod and give the expression of the voltage U and M in terms of E. طبعا هون polarity لما بيقول بده polarity لل M and N، يعني ما هون أنا في عندي source of voltage، عندي source of voltage يعني كأنه صار في عندي battery، يعني صار في عندي positive pole and negative pole. فبدي أشوف أنا هون ال M and N مين فيهم هي positive مين فيهم هي negative. بكل بساطة طبعا هون نحن اللي بنعرفه انه كفورمولا انه ال UNM هي E minus RI اللي هي ال Ohm's law. بس هون ما في عندي I، يعني صارت ال UNM بتساوي E لانه there is no current in the circuit. يعني صارت ال UNM بتساوي E، يعني هي positive لانه هي بتساوي plus BLV. شفتها من شوي هي plus BLV. فاذا ال E هي positive يعني UNM positive. طب اطلعوا إذا كانت ال U N M positive، يعني أنا هون مثل إذا قلت لكم هيدي هيك صار هون P N. إذا قلت لكم U P N positive يعني ال P positive يعني هي positive pole ولأن هي negative pole. نفس الموضوع هون إذا قلت لكم U N M positive يعني هون في عندي N وهون في عندي M. ال N M positive يعني ال N هي على plus وال M هي على minus. فإذا لان هي بوزيتيف والام هي نيجاتيف بكل بساطه بيطلع معنا هذا هو الجواب. طيب هلا مطلوب مني اجيب الاكسبرشن للفولتج يو ان ام ان ترمز اوف اي. طبعا ما بدها شيء، هي يو ان ام بتساوي اي وبنوقف هون. اكيد ما في داعي نكتب ايكوالز بي ال في لانه هو بده اياها ان ترمز اوف اي، يعني بيكفي نوقف هون هيدي ما في داعي نكتبها. فبهي الطريقه بنكون معنا بنكون قدرنا جبنا احنا انه اليو ان ام هي بتساوي اي. بارت بي measurement of the speed of uplink. طبعا هذا الشيء اللي عملناه نحن ككالكوليشن او كاشياء كثيوريتيكال، هلا حنعمله هو ذاته بس هالمره كبراتيكال. فعمل الابلين از فلاينج هوريزونتالي along a straight path with a constant velocity v1 of magnitude v1 within the uniform magnetic field b of earth. The vector b is the region of the flight. Has a horizontal component of the magnitude bh equals هالقد and a vertical component. طبعا هون اذا بنعرف نحن انه الماجنتيك فيلد اوف ايرث في عنده تو كومبوننتس، حكينا عنها بالكورس قبل. ففي عندها تو كومبوننتس، عندها هوريزونتال كومبوننت وعندها فيرتيكال كومبوننت. اند طيب the wings of the plane considered as a straight horizontal conductor of length m prime n prime، يعني كانه هيدي m prime n prime هي ذاتها هيدي. طيب a sweep with a time the surface area
يعني هون بعد شوي اذا بدكم معلش بس لحظة اظبط. اوكي هيدي هيك انيشالي كانت هون مثلا الطيارة وماشية، فهي عم تقطع هيدي، يعني عم تمسح هيدي الاريا، يعني كأنه هيدي الامان اللي هون كانت هون وماشي بهالاتجاه، فعم تقطع هيدي الاريا. نفس الموضوع فعملنا ببارت 1 A the magnetic flux of BH through the swept surface area is zero. وليش؟ ليش هو زيرو؟ طبعا احنا الماجنتيك فلوكس الهوريزونتال كومبوننت للفلوكس هي يعني بالنسبه للبي اتش يعني فاي بتساوي بي اتش تايمز اس تايمز كوساين 90. ليه؟ لانه لحظه، لانه البي هوريزونتال هي هيك، هذه البي هوريزونتال راح تكون هوريزونتال لكي اصلا لكي مرسومه، والنورمال فاكتور هي لتحت، فحتصير الانجل بينتو 90 ديجريز. طب كوساين 90 كوساين هي 0، فاذا صارت معنا الفلوكس هي 0. بارت بي عم يقول لنا give the expression of the induced EMF E1 that appears between the ends M prime and N prime of the wings in terms of B, V, L prime and V1. طبعا يعني هون مطلوب لنا نجيب نحن الماجنتيك فلوكس او الانديوست EMF. طبعا نجيب نحن الانديوست EMF بدنا نجيب اول شغله الماجنتيك فلوكس ونرجع نعملها ديريفيتيف مثل الفورمولا. فاذا هي بي في تايمز اس تايمز كوساين الانجل، طبعا هون النورمال فاكتور از دايركتد داونوردز لكي، والبي في از دايركتد داونوردز، فحتصير الانجل بيناتهم هي زيرو. فاذا هي بي في تايمز اس، طبعا الاس هي نفس الفكره تاعت قبل، هي لينث لهيدا تايمز الديستنس كفرد اللي هي اكس، فحتصير معنا هي بي في تايمز ال برايم تايمز اكس مثل ما طلعت معنا قبل بي ال اكس، نفس الموضوع. فاذا انا بدي اجيب ال e هي minus دفاع على dt هي minus derivative لل bv l prime times x divided by time، فحتصير معنا نفس الفكرة لنا مثل قبل، هي ذاتها في minus بس هون b l prime times v اللي هي dx على dt. ال bv وال l prime هني constants، they are constants so I have their values. part 2 عم يقلنا determine v1 if the potential difference across the wings has a value of 0.36 فولت. طبعا هون انا معي الاي، مطلوب اني اجيب الفي اللي هي مين، اللي هي السبيد تاعت الطياره. طب معي اي طلعوا اليو ان ام، ما هي اي بتساوي بي ال في. طب الاي معناها هي 0.36 فولت، والبي في معناها هي 4 تايمز 10 تو ذا باور ماينس 5، والال برايم هي اللينكس للوينج اللي هي 30 بعتقد 30 متر لكي. فبكل بساطة ال V1 بتساوي U N M على B V times L prime. ال U N M معناها هي 0.36 على ال B V اللي هي 4 times 10 to the power minus 5 times 30 meters، حيطلع معنا جواب 300 meters per second. فبهالطريقة بنكون احنا قدرنا جبنا ال speed لل plane بأي instant أنا بدي إياها. بيكفي إني أنا أجيب ال voltage. لاحظوا ال B V هي constant، ما حتغير هال magnetic field of earth. ال L prime هي ال distance من ال M prime لل M prime، هي من 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 طرف الجانح للطرف الثاني من الجانح، ما حتغير. فبيكفي اني انا جيب فولت ميتر بشكل اني اسلي البوتنشال ديفرنس بين M prime and N prime حسب البوتنشال ديفرنس اللي عم تنقص او حسب الفولتج يعني اللي عم تنقص، بقسمها على هذا الرقم اللي هون اللي هو هيدا، حيطلع معي بكل لحظه قادر اعرف انا السبيد تاعت البلين قديش. هيدي احد الطرق اللي نحن قادرين فيها نقيس سرعه الطياره بالجو باستعمال الماجنتيك فيلد اوف ايرث وباستعمال ال الفولتج. يعني اكسرسايز 4 ما راح اعمله اليوم، اكسرسايز 4 راح نعمله بركي ليوم السبت او الثلاثه، بنرجع نعمله على السريع. بتمنى تكونوا فهمتوا هول الاثنين. رقم 4 ضروري تفكروا فيه بالبيت، معلش رح ارجع اعطيكم شويه وقت لحتى تقدروا تفكروا فيه شويه بالبيت، لانه كتير مهم الاكسرسايز 4. فكروا فيه وبنرجع نحله المره الجايه.